بين قوسين أنا أذكر وهذا سبق وذكرناه أكثر من مرة أنه أحيانا بعض الفقهاء يتخذون أسلوب أسلوب التورية نستطيع أن نقول هكذا في بعض تصريحاتهم. هذه المقولة المنسوبة إلى السيد السيستاني أنه لا تقول أهل السنة إخواننا بل هم أنفسنا، مع أنه نسبها إليه بعض السياسيين، يعني ما صدرت بشكل رسمي إلى الآن على ما أعلم، إلا أنه المطلعون والحاذقون يفهمون معناها. هذه تورية في الواقع، المقصود هو هذا، أنه لا تقولوا أهل السنة، من ينطبق عليهم هذا الاصطلاح هم إخوان بل هم أنفسنا، يعني إحنا أهل السنة الحقيقيين، إحنا الشيعة أهل السنة الحقيقيين، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. هذا حديث أيضا يرويه المخالفون للحديث، يرويه المخالفون، حديث طويل هو في هذا المقطع. أهل السنة نحن، إحنا اللي مشينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مخالفين، ليسوا إخواننا، لا، بل أنفسنا، إحنا اللي مشينا على سنة النبي، سنة النبي قرآن وعتر. أما سنة عمر شنو كانت؟ منهج عمر شنو كان؟ كان قرآن وعترة أم كان قرآن فقط؟ بل حتى سنة ما عنده، قال حسبنا كتاب الله، لا يريد لا سنة النبي ولا عترة النبي صلى الله عليه وآله، وبدل سنة رسول الله أصلا صلى الله عليه وآله. كان سنة رسول الله عدم مثلا عدم أداء صلوات النوافل أو المستحبات أو المندوبات تؤدى جماعة، ولا أصر على أن تؤدى جماعة، ولما قيل له هي بدعة قال نعم البدعة هذه اللي نشأت منها ما يسمى صلاة التراويح، صلاة بدعة هذه تجر إلى النار، خلاف كلام النبي حكم النبي صلى الله عليه وآله. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله تحليل متعة الحج، عمر حرم متعة الحج. سنة النبي صلى الله عليه وآله تحليل متعة النساء، عمر حرم متعة النساء. سنة النبي صلى الله عليه وآله أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد باطل بغير الشرائط، مو هالشكل. سنة عمر ماذا؟ جائز ذلك، طلاق يقع، وخلط أنساب العالم بسبب هذا الأمر وإلى اليوم. سنة النبي صلى الله عليه وآله من لم يجد ماء يتيمم ويصلي، بل هاي مو سنة بعد، هذا قرآن. عمر حتى عمر لا قرآن ماشي وياه ولا سنة ماشي وياه ولا عترة ولا شيء، كيفه دين أبوك أنه دين أمه براحته يفصل ويخيط بهذا الدين. فنحن نقول نحن أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا اللي حافظنا على سنة النبي صلى الله عليه وآله حقا، هذا منهجنا. السيد السيستاني إن صحت عنه هذه المقولة فهو نوع من التورية، يوهم المخالف بشيء وهو في قرارة نفسه بينه وبين الله تعالى يعني شيئا آخر، نوع تورية، هذا من أجل الصالح العام، من أجل المصلحة العامة. هسه كشفناه بعد، الله يعين السيد، لازم يشوف له مقولة أخرى. هذا حوادث من هالقبيل كان يفعلها فقهاء علماء أصحاب الأئمة عليهم السلام. واحد من أصحاب الأئمة جابوه قالوا له تعال ابرأ من علي، ابرأ من علي، فقال قالوا له ابرأ من علي وعثمان، من خوارج اللي جابوا، خوارج معروف عقيدتهم تعظيم الشيخين وتكفير الصهرين، يعني أبو بكر وعمر يعظمونهما، أما علي عليه السلام وعثمان فيكفرونهما، يقولون هذول كفار. فخوارج جابوا واحد شيعي قالوا له ابرأ من علي وعثمان، فماذا قال؟ قال أنا من علي ومن عثمان بريء، فتركوه. هو اتقى بس بنحو من أنحاء التورية،
شنو يقصد؟ يقول أنا من علي، يعني أنا موالي لعلي، ومن عثمان بريء، يعني تلك جملة منفصلة، عبارة منفصلة. أما من تقرأها سوى شنو يصير؟ أنا من علي ومن عثمان بريء. لا، ومو الشكل قصده. يقول أنا من علي، وبعدين جملة أخرى منفصلة عنها يقول ومن عثمان بريء. الشكل شلون؟ اي، اذا ما قال ومن هنا احسنتم، هو هذا. لو قال انا من علي وعثمان بريء وقعت البراءة حتى من علي عليه السلام. اما اذا قال انا من علي ومن عثمان بريء فصارت جملتان، صارتا جملتين.